لا تذهب إلى المالديف إذا كنت من هؤلاء. من الذين لا تناسبهم السياحة في المالديف؟ المالديف ليست الخيار الأفضل لمجموعة من الشباب، ولكنها أكثر مناسبة للأزواج في شهر العسل. أصحاب الميزانيات المنخفضة لا تناسبهم رحلة المالديف. الذين يحبون سياحة التسوق أو الحياة الليلية الصاخبة، المالديف ليست الوجهة المناسبة. يمكنكم مشاهدة الفيديو الكامل حول السياحة في المالديف عبر الرابط في وصف الفيديو. ننتظر أن تدعمنا باللايك إذا وجدت أن الفيديو قدم لك معلومات تهمك حول المالديف. عبر موقعنا كولومبوس تاور جايد ستجدون آخر ما وصل لفريق البحث لدينا من معلومات ونصائح حول السفر إلى المالديف. لا تنسوا أن تدعموا الفيديو بلايك إذا وجدتم فيه ما تبحثون عنه.